انتشر رجال الدرك الوطني بالجلفة عبر شوارع المدينة لتفريق التجمعات كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا على هامش حملة التعقيم. المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة جميع الإمكانيات البشرية والمادية في سبيل حماية المواطنين من انتشار هذا الوباء، وذلك بالتنسيق مع مختلف الشركاء الفاعلين في الميدان، حيث تم تسطير مخطط ميداني وقائي توعوي تحسيسي. نحضر العملية كبيرة ونتهم جميع السلطات الأمنية والمدنية في هذه العملية من خلال المساهمة نتاع الدرك الوطني، من خلال المساهمة نتاع البلدية نتاع الحماية المدنية نتاع الأمن الوطني. وتعتبر هذه المبادرة أكبر حملة للتعقيم بمشاركة العديد من الهيئات والمتطوعين، شملت مختلف شوارع المدينة. نقوم اليوم بعملية تطهير الأحياء بمشاركة الموكب الكبير هذا، وما ننساوش ثاني الجمعيات الفعالة اللي راها تقوم معنا بعملية التطهير والتعقيم. 16 من مارس انطلاق الحملة التحسيسية وتعقيم وتنظيف على مستوى أحياء مدينة جلفة وأسواق المغطاة والمؤسسات العمومية والخاصة. وكانت هذه الحملة فرصة لحث المواطنين على الالتزام ببيوتهم لتفادي فيروس كورونا. اقعدوا في بيوتكم، رانا من جاكم راك تشوفوا فينا، رانا نحاولوا نقضوا على الفيروس. اقعدوا في بيوتكم وان شاء الله راه ما يكون قال خير ونقضوا على الفيروس. اقعدوا في بيوتكم من جال مهماتكم ومن جال نفوسكم. اسمي وباسم عمال المؤسسه العموميه للصحه الجواريه وعلى راسهم المدير وتحت اشراف مديريه الصحه والسكاني ولايه جلفه، قمنا اليوم بعمليه توعيه للعمال للمواطنين من اجل التزام بيوتهم وعدم الخروج. تتواصل عملية التعقيم في الجلفة من أجل الوقاية وتحسيس المواطنين بخطورة الوضع.